شغل التجربة طلاب هسه نجي راح نشغل التجربة. عندنا هاي الداتا اي وهاي الداتا بي وهاي الانبوت كاسكيدنج وهذا الاوتبوت. في البداية حسب الجدول المطينية يقول انطي البي نوت وبي 1 وبي 2 وحدات وبي 3 0. وين البي مالتنا؟ هذا الازرق، هذا البي الازرق. راح انطي البي نوت 1 وبي 1 1 وبي 2 1. الاي نوت حنطيها 1 هنا 0 والاي 3 1. الكاسكيدنج ما فعلته بالبداية، راح اشوف انه داتا اي اكبر من بي انطيتها، اشر لي الاي اكبر من بي. هاي اول حقل بالجدول راح املي انه اخلي اي اكبر من بي، لو اي اصغر من بي، لو اي تساوي بي. فهسه عندنا اي اكبر من بي يعني راح اخلي هنا واحد والباقيات صفاره. زين، الحاله الثانيه اجي انطي البي نوت 1 والبي 3 1. هذا عندي البي نوت 1 والبي 3 1. زين، والاي عندي 1 1 0 1. زين، هسه هنا من الاكبر عندي الاي اكبر من بي. ليش؟ لانه عندي هنا 1 1 0 1، هنا عندي 1 0 0 1. الحاله الثالثه راح اجي اخذ بي نوت 1 0 نفس الرقم بس اغير بالاي. شلون اغير بالاي؟ راح انطي هذا 0 هذا 1. منو صار اكبر هسه عندي؟ البي. ليش؟ لانه عندي البت الثالثه اللي هي الموست سيجنيفيكانت بت بالبي اكبر من الاي 3 اللي هي الموست سيجنيفيكانت بت. يعني هنا أنا عندي رقم 7، هنا أنا عندي رقم 9، فياهو الأكبر اللي هو البي، يعني أي أصغر من بي أشر لي. زين، الحالة الثالثة راح آخذ الأي 1 1 1 0 0 1، البي راح آخذهم كل الوحدات. من اشتغل عندي؟ أي أصغر من بي، أي أصغر من بي يعني البي هي الأكبر، واشتغل عندي هنا أشر الأوتبوت مالتي البي أكبر من الأي أو أي أصغر من بي. زين، نجي على حالة التساوي. حالة التساوي إنه البي 3 1 والأي 3 1. هذه البي 3 1 وهاي. حالة التساوي ما دام عندي كاسكيدنج راح يطلع لي اثنينات المتساويات هنا له. إلا أفعل الكاسكيدنج يلا راح يبين عندي. شلون أفعل الكاسكيدنج؟ إنه أساوي الأي والبي وراح يعتمد الأوتبوت مالتي على الكاسكيدنج. هذا الكاسكيدنج أي أكبر من بي، هذا هنا أي أكبر من بي الكاسكيدنج، أي أكبر من بي لأنه الأي والبي متساويات. أما الكاسكيدنج اللي إجا إنبوت ثالث نعتبره هو أي أكبر من بي، فعل عندي الأي أكبر من بي. الحالة الثانية اللي هي أي أصغر من بي، يعني الكاسكيدنج هذا أي أصغر من بي، شو تفعل عندي؟ الأي أصغر من بي. الحالة الثالثة انه اي تساوي بي، وين بالكاسكيدنج؟ لان لا زال عندي اي تساوي بي، الداتا اي تساوي بي. راح افعل اليساوي كاسكيدنج اي اكول بي، وعندي الداتا اي تساوي الداتا بي، وين اشتغل؟ ايضا تفعل على الكاسكيدنج. زين، هنا الاي تساوي البي فعلناها بمساواة، ناخذ غير رقم، هنا منطيني اي 1 1 والبي 1 1 والكاسكيدنج يساوي. اذا من نفعل الكاسكيدنج معناه هذه انبوت اخرى داخله راح يعتمد الاوتبوت كله على الكاسكيدنج. بالبدايه كنا من فعل الكاسكيدنج معتمد على يقارن بين الاي والبي. الكاسكيدنج هو انبوت اخرى جايه من اجهزه اخرى تجويه الاي سي مالتنا. انتهت التجربه طلاب، المطلوب من عندكم تملون هذه الحقول حسب ما موجود بالجدول.